أقول للناس المعتمرين وللحجاج، من حج مرة ومن اعتمر مرة فلا ينبغي أن يدفع آلاف الريالات في جيوب حكام السعودية ليقتلوا به أبناء المسلمين، يقتلونهم في اليمن ويقتلونهم في ليبيا وسيقتلونهم في السودان وسيقتلونهم في الجزائر وسيقتلونهم في تونس، وكما قلت ليس هناك بقعة في الأرض إلا ويسعون فيها فسادا بأموالهم. فمن حج واعتمر مرة فحجه بعد ذلك وعمرته بعد ذلك إثمهما أكبر من نفعهما، وعليه أن هذه فتوى أتحمل مسؤوليتها أمام الله. أقول هذا للشعب الليبي وأقول هذا لجميع بلاد المسلمين، من حج واعتمر فلا ينبغي أن يحج ويعتمر ويدفع الأموال لحكام السعودية ليقتلوا بها أبناء المسلمين في أنحاء الدنيا.